تمام صح والله يا بركة. ازاي ادخل ملف فيزيو جوه ملف الوورد؟ خلينا نعمل ملف جديد اهو، ملف جديد خالص، هلغي القديم. اول حاجه اعملها ان انا هروح للفيزيو وابدا ارسم الرسمه اللي تحتي بالشكل دوت. طيب وبعد كده هقول له فايل سيف وراح مسيف الشغل بتاعي. طيب بعد كده اروح للوورد واقول له انسيرت واقول له اوبجكت واروح قايل له كرييت نيو فايل براوز واروح مختار ملف الفيزيو بتاعي. لينك الفايل يبقى فيه لينك، اي تعديل يحصل هناك يظهر عندي على طول. وديسبلاي از ايكون هعمله لك ايكون بالشكل دوت لان عايز لينك الفايل ظهر عندي بالشكل دوت. اقدر اصغره بحيث ان هو يبقى مناسب لحاجه في الصفحه. تمام. طيب لو انا رحت دلوقتي للفيزيو وعدلت بعض الحاجات، مثلا الباب ده خليت كده، الحيطه دي خليتها من بره، وقلت له سيف ورحت للوورد، هتلاقي التعديلات حصلت. او لو ما حصلتش اقول له ابديت لينك